إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أعراض التهاب الحلق عند الأطفال. أنا معرفة أعراض التهاب الحلق عند الأطفال والقدرة على التمييز بينها قد يساعد أيضا على تحديد ما هو السبب الكامن وراء التهاب الحلق عند الأطفال، حيث تشمل أعراض التهاب الحلق عند الأطفال بعض أنواع الأمراض والأعراض. راح نعرض بعض الأعراض في هذا الدرس إن شاء الله. أيضا قد ترجع إلى أمراض بسبب البكتيريا وبسبب أيضا إلى الفيروسات. أيضا الأعراض الموجودة في البكتيريا ممكن يتم علاجها عن طريق المضادات الحيوية، وأيضا الأمراض الناتجة عن الفيروسات لا نستطيع معالجتها بالمضادات الحيوية. ممكن تكون درجة الحرارة مرتفعة عند الطرفين بين الفيروسات التي تصيب الحلق وبين البكتيريا أيضا التي تصيب الحلق. قد تصل درجة الحرارة إلى 39 مئوية تقريبا، ومن الضروري مراجعة الطبيب إذا تم إصابة الطفل بارتفاع درجة الحرارة، ممكن يسبب أيضا تخلف عقلي وأمراض في المخ والأعصاب والأعصاب البصرية والسمعية والحواس الخمسة، أيضا ممكن يحصل لها اضطراب كامل في هذا الناحية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.